بالتعاون مع مرصد البرلمان الأردني، نظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمر حول أداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة. رح نعرف أكثر عن هالمؤتمر بالتقرير التالي. نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مرصد البرلمان الأردني مؤتمراً حوارياً حول أداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعيطة والنائب مازن القاضي، بالتزامن مع قرب انتهاء أول دورة لمجلس النواب 18. العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وهي علاقة يشوبها الكثير من اللغط لدى أوساط الرأي العام الأردني، بجهة يعني الحديث عن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وغير ما هنالك، كان هناك جلسة عصف مهمة جدا على هذا الصعيد، يعني وضعت الإصبع على أسباب الكثير يعني من مظاهر الاختلال في هذه العلاقة، وخرجت بأفكار ومقترحات قد تكون مفيدة مستقبلا لتطوير هذه العلاقة. البعد الآخر أعتقد يعني هو أداء الكتل النيابية، والكتل لا زالت تجربة جديدة وجنينية وغير مكتملة في الحياة السياسية الأردنية، وأعتقد أنه مجموعة الأفكار والتوصيات اللي خرج فيها هذا المؤتمر إن تم الأخذ بها من قبل المجلس أولا ومن قبل الدولة عموما، يمكن أن نكون أمام تجربة أكثر تطورا يعني في تعزيز كفاءة وفاعلية الكتل النيابية في المجلس الحالي وفي المجالس القادمة. الخلل أن البرلمان غير مبني على أسس سياسية حزبية برامجية، البرلمان مبني على أسس فردية، النائب يأتي فردا إلى البرلمان، لا يأتي ممثلا لحزب أو لتيار أو لجهة ويعمل فردا يعني، ولا يأتي ببرنامج سياسي وبالتالي يتحول إلى نائب خدمات، ونائب الخدمات يتعرض إلى الابتزاز وينشئ علاقة زبائنية مع مؤسسات الدولة المختلفة ويضعف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي، وهذا أمر ليس في مصالح صالح لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية، والأكيد أنه ليس في صالح الأردن والأردنيين، خاصة هون العملية التشاركية بين مجلس النواب وبين الكتل البرلمانية. لكن كنا نأمل أنه المشاركة الحزبية تكون أوسع من هيك وتكون لها فاعلية أكثر. المشكلة عندنا إحنا ما في تثقيف سياسي للمواطن الأردني، يجب أن يكون هناك تثقيف سياسي في المدارس في الجامعات بحيث أنه يكون المواطن عنده وعي في الأحزاب السياسية، لأجل هاي المشاركة الضعيفة الحزبية في مجلس النواب الحالي، لأن هناك يعني 17% تقريبا من النواب هم في العمل الحزبي الحالي، لذلك يعني تقريبا عند 12 أو 17 تقريبا حزب، لكنهم ما لهم فعالية لأنه كل حزب له توجه معين. خلينا نقول في جماعات ممكن تكون مع المعارضة، في جماعات تكون مع الموالاة، ما في تكاملية بينهم، ما في عمل مشترك بيناتهم بحيث أنه يكون في لهم دور مؤثر، يعني كيف بدي أحكيها أنه لصالح المواطن. وأكد المعايطة أهمية العلاقة بين الحكومة والبرلمان باعتبار أن البرلمان أحد أهم السلطات التشريعية الرقابية، والذي يقر القوانين ويراقب الحكومة وأداء الوزراء، وأشار إلى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال إتاحة الدور لمناقشة الكثير من القوانين، حيث تم تعديل ومناقشة الكثير من القوانين من قبل مجلس الأمة وتحديداً النواب. أبرم ما في الدورجي أن هناك كان نقاش واضح وصريح حول كيفية تطوير العمل البرلماني وكيفية تطوير الكتل وغياب الأحزاب السياسية داخل البرلمان ومشاركة السادة سواء نواب أو أكاديميين أو يعني ممثلين للحكومة. كان هناك اتفاق أن القضية الأساسية هو غياب العمل الجماعي المنظم وهو الحزبي في البرلمان، مما يؤثر على عمل البرلمان وعمل الحكومات، وهذه قضية بدها نقاش موسع أكثر. ومن جانبه بيّن الرنتاوي أن موضوع أداء الكتل النيابية يحظى باهتمام واسع من قبل الطبقة السياسية، معتبراً أن الحزب السياسي قناة للمشاركة والتمثيل في هذه الكتل، وأكد على ضرورة حشد الرأي وإيجاد توافقات لتطوير الكتل النيابية في مجلس النواب. افتتح معرض الفن التشكيلي في جاليريا راس العين بعنوان الحرية. تم افتتاح المعرض بهدف التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. تفاصيل أكثر حنشوفها بهالتقرير. افتتح معرض الفن التشكيلي في جاليريا راس العين برعاية سعادة النائب السابق ثامر الفايز
بعنوان الحرية بهدف التضامن مع الأسرى الفلسطينيين. إحنا كفنانين بيشرفنا اليوم تكون متواجدين بهالمعرض هذا، وأهم شغلة هي التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، إحنا معهم قلبا وقالبا. صحيح إحنا ما بنقدر نقدم لهم أي إشي، لكن إحنا وجودهم غصب قلبنا بنجسدها بألواننا. فأنا اشتركت اليوم بثلاث لوحات. اللوحة الأولى اللي هي كسر الجدار، هي عبارة عن عدة جدارات متداخلة ببعض، كسرتهم بهالأشكال هاي إنه كسر جدار، يعني تضامنا معهم، ونتمنى إن شاء الله في يوم الأيام إنه الله يفك أسرهم ويرجعوا لأهليهم ولأحبابهم، وإن شاء الله الله كريم. وتضمن المعرض عددا من لوحات الفن التشكيلي التي تعبر عن معاناة الأسرى والصعوبات التي يعيشونها في سجون الاحتلال، وتم تكريم عدد من الفنانين العرب الذين حضروا من السعودية والعراق وعدد من الحضور المشاركين. تجولت بين اللوحات، والحقيقة أكثر ما لفت نظري اللوحات التي تحمل معاناة الشرق الأوسط وما به من أحداث، وخاصة فلسطين. وهذه من رسائل الفنانين التشكيليين التي تحملها أعمالهم دائما لوحاتهم تعمل رسالات عن المجتمع ولفت الأنظار إلى ما يحدث. طبعا كل المعاناة والرموز واللوحات التي تمثل قضية الأسرى، من الأمعاء الخاوية، من الصمود، من الحرية، من الكرامة، من صور المعتقلين، من الحمامة، من التضامن مع الأسرة، مثلتهم بأعمال فنية. طبعا عملت من الأعمال التجريدي بأسلوب أعمال تحاكي الواقع بتجرد أن يقترب إلى سرية الوجع بالتجريدي، وعملت لوحات مباشرة من الأعمال الكلاسيك والبورتري تعبر عن نفس الموضوع. ومن بينهم السيدة لولو أبو الرب الحائزة على جائزة الأم المثالية لعام 2017 في دولة الكويت، كما تم تكريم عدد من الشعراء الضيوف ومنهم الشاعر محمد السمحان.